جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من لحج في اليمن بتوقيع أختين من هناك، هما زكية وهدى. يسألنا ويقول: بعض الناس عندنا يقومون بترك قطعة أرض زراعية ويقولون هذه سبيل للمسجد، فيزرعونها ويجمعون ثمرها وبعد ذلك يبيعونها ثم يشترون بثمرها شيئا للمسجد، وتظل هذه الأرض هكذا فمن واحد إلى واحد وهم لا يأكلون من ثمرها، يقولون إنه حرام، فهل هذا العمل صحيح؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم، هذا العمل صحيح إذا كان هذا الوقف على المسجد، فإنه يجب صرف غلتها للمسجد، ولا يجوز لهم أن يأكلوا منها شيئا إلا إذا كان الواقف شرط أن من يقوم عليها ويتولى شأنها يأكل منها فلا بأس، وأما إذا لم يكن الواقف شرط شيئا من ذلك فإنها كلها تكون لمصلحة المسجد. نعم.